في خدمة كل واحد أن يعطي الأولوية لرب. المهم مش كثرة القراءة وإنما العمر. ليس لنا ما نعطيه للرب ولا حتى ما نعطيه للناس. وفي الحقيقة عيد الصليب بنعيد له مرتين في السنة، يوم 27 سبتمبر ويوم 19 مارس. والكنيسة ليها اهتمام كبير جدا بالصليب، والمسيحية بتجعل إن الصليب شعار ليها، وأتذكر حينما قرأت كتاب غاندي القديس الثائر سمعت أنه لما زار أوروبا وقف أمام صورة المسيح المصلوب وبكى، وأصبح اسم المصلوب صفة لاصقة بالسيد المسيح. وأصبح الصليب موضع فخر للمؤمنين كما قال بولس الرسول: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فنحن لا نستحي من الصليب ولا نخجل منه، بل نفتخر به ونقيم له أعيادا ونقيم له احتفالات وله تراتيل وصلوات، ونرشمه على أيدينا ونرفعه فوق كنائسنا، بل نكتبه في خطاباتنا. وأصبح الصليب جزء من الفن المسيحي في الكنائس. لو قدرت وربنا ساعدني إن أنا أنشر الكتاب اللي عمله قداسة البابا مكاريوس الثالث وكان فنانا في الرسم عن الصليب، عبارة عن ديكورات عجيبة جدا جدا جدا. حتى ملابسنا الكهنوتية كلها صلبان، وملابسنا العادية كلها صلبان. ونحن نقبل الصليب ونرشم الصليب على أنفسنا، ونبدأ الصلاة الربانية وكل صلاة برشم الصليب. فلماذا كل هذا؟ ليه؟ وخصوصا ان بعض اخواتنا البروتستانت ما بيرشموش الصليب، يعني اول ما يصلي يروح دخل في ربنا كده على طول، يعني ما فيش رشم الصليب وما فيش مقدمات وما فيش اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر الى اخر. الصليب ليس قطعة خشب اسمها الصليب، ولا قطعة معدن اسمها الصليب، ولا هي زينة نتزين بها على صدورنا، ولا الصليب هو رشم على أيدينا. إنما الصليب عبارة عن فوائد عديدة جدا ومعاني عميقة جدا. إيه المعاني العميقة دي؟
معاني روحية ومعاني عقيدية لاهوتية. ايه المعاني اللاهوتية وايه المعاني العقيدية؟ بحيث انك تقريبا تلاقي قانون الايمان كله تقريبا يعني موجود في الصليب. احنا لما بنرشف الصليب بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اذا كاننا اثناء رشم الصليب بنعترف بعقيدة التثليث والتوحيد. واضحة دي؟ وطريقة رشم الصليب من فوق لتحت ومن شمال ليمين، يعني ربنا نزل من السماء للأرض فنقلنا من الشمال إلى اليمين، أو نقلنا من الظلمة إلى النور، أو نقلنا من الموت إلى الحياة. كلمة نزل من فوق لتحت فيها عقيدة التجسد، وكلمة نقلنا من الشمال لليمين فيها عقيدة الفداء. يبقى دينا خدنا عقيدة التثليث والتوحيد والتجسد والفداء. أيضا فيما نرشم الصليب نعلن إيماننا ونعلن تبعيتنا لهذا المصلوب، ففيها نوع من إعلان الإيمان، وفيها أيضا طاعة لقول الرب اللي قال تبشرون بموتي وتعترفون بقيامي. فإحنا بالصليب بنبشر بموته. أيضا حينما نرشم الصليب إنما نعترف بعقيدة أخرى، وهي إن أجرة الخطية موت، وإن المسيح مات عنا. فكون إن إحنا نعترف إن أجرة الخطية موت ويحتاج الأمر إلى كفارة، دي عقيدة أخرى بنعترف بها ضمنا ونحن نرشم الصليب. وحينما نرشم الصليب أيضا نتذكر محبة الله لنا، كما قال الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن إحنا في كل مرة بنرشم الصليب بنعترف بمحبة ربنا، لأن محبة ربنا هي التي جعلته يفدينا بدمه. وأيضا نشعر في الصليب إننا أشترينا بثمن، فلم نعد ملك أنفسنا وإنما ملك اللي اشترانا. طبعا دي كلها من المعاني اللي يدركها واحد بيرشم الصليب بعقل وبحكمة وبفهم، مش كلفتة كده ولا هو دريان بيعمل ايه. لا، الكلفتة ليست من المبادئ الروحية ولا المبادئ اللاهوتية. عشان كده تصلي بفهم وتعبد ربنا بفهم. أيضا نحن نرشم الصليب لأن الصليب كان موضع اهتمام السيد المسيح وموضع كرازته ودليل على التلمذة له. المن أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، وقال من لا ينكر ذاته ولا يحمل صليبه لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. يعني ده شرط واجب لي مسألة الصليب. حتى الشاب الغني لما قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية،
قال له اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. وهكذا كان الصليب ايضا موضع كرازة الرسل القديسين وموضع كرازة الملاك اللي بشر النسوة، وقال لهم أنتن تطلبن يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا ولكنه قام، فسماه المصلوب. وموضع الرسل تلاقي بطرس لما جاء يتكلم في اليوم الخمسين قال لهم يسوع الذي صلبتموه أنتم الذي أنكرتموه. وبولس الرسول يقول ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، مع انه لليهود عثرة ولليونانيين جهالة لكن بنكرز به. وقال لهم لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوبا. يعني اهم حاجة تهمني هي مسألة صلب المسيح، ونحن نهتم بصليب المسيح أيضا لأنه كان موضع سرور للآب. ولذلك في أشعياء 53 يقول سر أن يسحقه بالحزن. الصليب كان بالنسبة للآب قبول لذبيحة محرقة، يعني المسيح كان على الصليب مصالحا ما بين الآب وما بين البشرية. يقول صنع صلحا بدم صليبه، تلاقوها في 2 كورنثوس 5، فهو علامة صلح بين الله والبشر. لولا هذا لكنا في موضع الغضب من جهة الله. وفي الصليب أيضا نتذكر فضيلة الطاعة والخضوع بالنسبة للابن. يقول أطاع حتى الموت، موت الصليب، بل كان الصليب موضع سرور للابن أيضا. كما ورد في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 12 يقول من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي. يعني الصليب بالنسبة له كان موضع سرور. لكل هذه الأسباب ولغيرها نرى أن الصليب في المسيحية موضع بركة. بركة، نحن بالصليب نبارك الطعام قبل أن نأكله، وبالصليب الكاهن يبارك الملابس الكهنوتية له ولشمامسته قبل أن يلبسوها. وبالصليب يبارك الشعب كله. ليه؟ لماذا؟ لأن الصليب أزال اللعنة التي كانت على الناس. الناس كلهم كانوا تحت حكم اللعنة لغاية لما ربنا أزال اللعنة عنهم بموت الصليب، فأصبح الصليب سبب البركة لأن به زالت اللعنة. ولهذا نجد أن كل بركات العهد الجديد، كل بركات الأسرار المقدسة يدخل فيها الصليب. بالصليب بنرشم ماء المعمودية،
وبالصليب بيرشم الإنسان بزيت الميرون في سر المسحة المقدسة 36 رشم على جميع مفاصل وفتحات جسمه للبركة وللحفظ. وبالصليب أيضا يرشم الخبز والخمر لتحويلهما في سر الإفخارستية إلى جسد الرب ودمه، رشومات عديدة جدا. وبالصليب أيضا يرشم الشخص في صلاة التحليل، والشعب كله يقول باركهم حاللهم قدسهم بإشارة الصليب. والصليب أيضا في سر الكهنوت، لما يجي أسقف يرسم قسيس أو بطرك يرسم أسقف بيرشمه بالصليب 3 مرات على الأقاليم 3. باقي الأسرار كلها بالصليب برضو، حتى في سر الزواج بيرشم لهم الدبلة ولا الخاتم ولا الشبكة، ما يعني بيرشمهم وبس، وبيرشم الاثنين برضو الزوج والزوجة لكي يبارك هذا الزواج برشم علامة الصليب. ليه بقى؟ لأن كل أسرار العهد الجديد ما كنا نحصل عليها لولا الفداء والصليب، كلها نتيجة للفداء ونتيجة للصليب، جات لنا كل البركات. فأنت مثلا في المعمودية بتنال التبرير والتطهير والولادة الجديدة، إزاي كنت تحصل عليهم بدون الصليب؟ مش ممكن. في سر المسحة المقدسة في سر الميرون بتاخد حلول الروح القدس فيه، ما كانش ممكن أبدا الروح القدس يحل فيك حلولا دائما إلا كنتيجة للفداء وبركات الفداء على الصليب. في سر التوبة بتاخد مغفرة الخطايا، بتاخدها منين؟ من استحقاقات الصليب في غفران الخطايا. وهكذا باقي الأسرار بتاخد بركتها نتيجة البركات التي منحت بالفداء على الصليب. الصليب أيضا بنهتم بيه لأن فيه قوة وفيه بركة وفيه حفظ، قوة وبركة وحفظ. ده حتى الإنسان الخايف لما بيرشم نفسه بعلامة الصليب يقول له روحه اطمئنان، يشعر أن فيه قوة جات له وبتحفظه. الصليب بتخاف منه الشياطين، بتخاف منه الشياطين لأن الشيطان هزم هزيمته الكبرى على الصليب. كل اللي عمله الشيطان طوال الآلاف السنين الماضية، كل الخراب اللي عمله، جه السيد المسيح ساعة الصليب ضيع له تعبه كله، فأصبح الشيطان يخاف من الصليب موت، يخاف منه موت، يرعبه يرعبه. لهذا كان أولاد الله بيستخدموا علامة الصليب لحفظه. يجي ينام في مكان يرشم صليب عند راسه وعند رجله وجنب يمين وشمال وينام، يقول له أنا بنام في حفظك يا رب. قصة معروفة في البستان أن راهب وراجل وثني يعني تصادف أنهم ناموا في مكان واحد في مقبرة، والراهب ده رشم روحه فوق وتحت ويمين وشمال وكله بعلامة الصليب، وبص لقى التاني بيصرخ لأن يعني الشياطين بتتعب، ولكن كانوا يجوا الشياطين على الراهب ده يلاقوا علامة الصليب فوقه مش قادرين، راسه مش لاقيين، رجليه مش لاقيين، ما عرفوش
ينقوا حتى يخشوا منه. عشان كده لما يجي واحد يقول لي فلان عمل لي عمل، اقول له فين علامة الصليب في حياتك؟ ما هو لو عندك ايمان بقوة الصليب وحفظه ولا الف عمل يقدر عليك. مين اللي يعمل لك عمل ده؟ لان بيقول اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ما دام انت بتخاف من اعمال الشياطين يبقى ما عندكش ايمان من جوه. ما تلومش غيرك لوم ضعف ايمانك. الانسان اللي عنده ايمان بالصليب وبقوة الله بيكون عنده حفظ الهي. بولس الرسول لما بيتكلم على الصليب بيقول بالنسبة لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، أما لنا نحن المخلصين فهو قوة الله. قوة بتحفظ وقوة بتحمي وقوة بتدخل إلى قلوبنا وتعطينا نوع من الاطمئنان، لأنه علامة انتصار. علامة إيه؟ انتصار. به انتصر الرب وبه يعطي انتصارا لكل المؤمنين. وأيضا لعلكم عرفتوا المسألة دي في قصة قسطنطين الملك لما قال له بهذا تغلب، بهذا تنتصر. ورمزه في العهد القديم كانت الحية النحاسية على هيئة صليب، كان كل من ينظر إليها وكل من تلدغ حي ينظر إليها يشفى. ولذلك تجد الأسقف والمطران والبطرك لما بيصلوا في القداس بيحملوا الحية النحاسية إشارة إلى الصليب ورموزه في العهد القديم. إحنا بنرشم الصليب لحاجة تاني، لأن نحن لسنا روحا فقط وإنما روح وجسد، والجسد لازم يشترك مع الروح. يجي واحد من الأخوة البروتستانت مثلا يقول لك أنا أرشمه بقلبي، أؤمن به بقلبي. طب صحيح بقلبك، لكن يعني حواسك مفروض تشترك مع قلبك. هو بس انت قلب خالص كده ولا ليك جسد؟ انت لما تكون بتحترم واحد تقول له حاضر وتلاقي راسك اتوطد، طبيعي لان جسدك بيشترك مع روحك. كمان لما تيجي قصاد ربنا وقصاد هيكل ربنا وبتصلي تلاقي من الاحترام سجدت على الارض، ما لازم جسدك بيشترك مع روحك. تؤمن بالثالوث تلاقي جسدك اشترك، وقال باسم الاب والابن والروح والقدس، يعني برضو جسدك يشترك مع روحك. هو انت روح خالصة كده؟ يعني الصليب، رشم الصليب ايضا فيه اشتراك الجسد مع الروح، كما يشترك الجسد مع الروح في كل امر اخر. صدقوني حتى في رشم الصليب نعلم أولادنا وأطفالنا العقيدة من غير كلام. يعني بتعلم الولد، بيبتدي الولد ياخد تعليم عن الصليب وعن الآب والابن والروح القدس وهو عيل صغير، فبيدرس العقيدة وبيتسلمها عن طريق رشم الصليب. تعليم. وتعليم تشترك فيه الحواس كما يشترك فيه الفكر والروح. فكرك الطفل، الطفل ده عنده عقل يعني ولا منطق ولا ما يعرفش، بالحواس بيدرك. والطفل يحب الحركة،
علشان كده لما يجوا يديله غنيمه وفيها حركه ورقص وتوقيع بيبقى الواد مبسوط جدا ويقعد يتحرك ايديه ورجليه وراسه وكله. فبرضه في الصليب بياخد العقيده بيتعلمها وتشترك فيها حواسه وتثبت عنده منذ طفولته، زي ما ندخله جوه الكنيسه ونقول له اسجد قصاد الهيكل، فالواد يسجد ويرجع قم يشعر ان هذا مكان مقدس وهيبه الله واحترام الله والخشوع لله بيخليه يسجد. لكن يخش كده ويقعد على كرسي ويقعد يصلي وهو قاعد، حتى مش لطيفه دي، ان الناس اللي يصلوا هم قاعدين دول. طب وفين الخشوع لربنا وفين الخوف من ربنا؟ فالولد يبتدي يتعلم متى يسجد، متى يركع، متى يرشم الصليب، يحترم بيت ربنا الى اخره. من ضمن العقائد ايضا التي نتذكرها في رشم الصليب عقيدة المجيء الثاني، المجيء الثاني للسيد المسيح، لأن الرب نفسه لما تكلم عن علامات نهاية الزمان في متى 24 قال وتبصرون علامة ابن الإنسان في السماء. يبصروا إيه؟ علامة ابن الإنسان في السماء، ويبصروا ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. يبصروا في الأول علامة الصليب وبعدين ابن الإنسان آتي على سحاب السماء. علشان كده تنوح عليه جماعة جميع قبائل الأرض والذين طعنوه، أول ما يشوفوا علامة الصليب وهو جاي يعرفوا الخطية اللي هم ارتكبوها وازاي انهم طعنوه وهو على الصليب. فدي عقيدة أخرى بناخدها. كل دي عبارة عن موضوعات عقائدية، ولكن هناك أيضا مسائل روحية نأخذها من الصليب. إيه المسائل الروحية دي؟ المسائل الروحية دي إن الصليب رمز للألم ورمز للبذل ورمز للحب. فإحنا بنتذكر ألم الرب من أجلنا، وكم ينبغي أن نتألم نحن من أجله. أو نشترك في ألامه، وهنا يكون الصليب بالنسبة لنا شركة في ألام المسيح. الصليب يعني التعب اللي نحتمله في الحياة من أجل ربنا، الجهاد اللي نجهده، البذل اللي نبذله من أجل ربنا. ولذلك بولس الرسول يقول عبارة لطيفة جدا 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 في مسألة الصليب. يقول إيه؟ يقول مع المسيح صلبت. مع المسيح إيه؟ صلبت لكي أحيا، لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا. أنت مع المسيح صلبت؟ إمتى تكون مع المسيح صلبت؟ لما تشترك في آلام المسيح على قدر ما تستطيع، وتتألم من أجله، وتتعب من أجله، وتبذل من أجله، يبقى صلبت معاه. أول واحد غنى في العالم بهذه الأغنية تلاقيه قبل بولس الرسول برضو، ويمكن هو اللي علمها له، اللص اليمين. اللص اليمين أول ما دخل فردوس قاعد يغني يقول مع المسيح صلبت فخر. فالمسيح
الواحد لازم يشترك في ألام المسيح، كما إن المسيح تألم من أجل خلاص الناس، ينبغي أن تتألم أنت أيضا لكي تساعد كل إنسان أنه ينال هذا الخلاص أيضا. وزي ما قال بولس لتلميذه تيموساوس، قال له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يعني مش ضروري الصليب بالنسبة لك أنك تنال إكليل الشهادة أو تخش مع المعترفين أو الشهداء. كل تعب تتعبه في الخدمة، كل تعب تتعبه في الخدمة وفي الكرازة وفي نشر الملكوت يعتبر شركة في الصليب. إنك بتتعب، بتتعب ما بتديش نفسك راحة في نشر الكلمة، زي ما داود بيقول: لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. فأنت تقول أنا مش ممكن أخش بيتي ومش ممكن أستريح غير لما أجد موضع للرب في قلب أي إنسان. مش ضروري كل الناس زي ما عمل المسيح، ولو تستفرط لك بواحد كل يوم وتزقه على الملكوت تتعب. تقول لي ناس مخهم ناشف وصح، أقول لك أهو ده اللي التعب فيه حلال صحيح، يعني يبقى تعب جايب نتيجة. هو أنت هتروح للأصحاء ولا للمرضى عشان تشفيهم؟ تروح للمرضى. ولذلك بولس الرسول يقول إيه عن المسيح؟ يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. ياريت تفكر فيها العبارة دي، شركة آلامه متشبها بموته. متى دخلت أنت في شركة آلام المسيح؟ متى دخلت أنت في شركة آلام المسيح؟ ومتى تستطيع أن تقول مع المسيح صلبت؟ ومتى تتشبه بموته؟ كلام كده جميل. ده بيقول لك نتيجة مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. يعني إيه؟ هو الصلب مش ضروري التعب والألم والاضطهادات والنفي والتشريد والسجن والجلد وكل الفاتورة دي. ده أنت إذا ما قدرتش تخش في الحاجات دي وتقول ذنب إيه، كنت عايز أبقى شهيد لكن ما فيش عصر استشهاد الأيام دي. لا، فيه. حاول أنك أنت تصلب الجسد مع الأهواء زي ما قال الرسول: أبقى دخلت في الصليب ودخلت. هو الاستشهاد يعني إيه؟ ده أنت لما تقتل رغباتك الجسدية وشهواتك تبقى كأن بتدق مسامير في هذا الجسد. اشتغل. بيقول مع المسيح صلبت عشان ايه؟ لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. كل ما أنا أصلب شهواتي، كل ما أنا أصلب رغباتي، كل ما أصلب أفكاري التائهة والشاردة، كل ما أصلب كل شر وكل خطية فيا، أبقى أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يبقى ماشي الآية مظبوط. يبقى بقى الصليب ده الألم من أجل الرب، الألم من أجل الرب. واحتمال كل إهانة وكل تعب من أجله تخرج إليه خارج المحلة حاملة نار، وتبتدي من أجل الرب تبذل كل ما تستطيعه لكي تقول مع المسيح صلبت. الألم من أجل المسيح مش ضروري ألم الاستشهاد، نقدر نقول الآلام اللي في الخدمة، ونقدر نقول الآلام اللي في تنفيذ الوصايا. تقول له تنفيذ الوصايا فيه آلام؟ يقول لك طب حاجة بسيطة.
واحد غلبان شوية وهيدفع العشور، مش كل الفلوس طالعة منه برضو بتسبب له تعب. واحد عنده نادر ومش لاقي الفلوس وعايز لازم يدفعهم، واحد هيدفع البكور وهو منتظر أول ما هي دي بقى حر من الجنب، يمكن مستلف أول ما هي قبل ما يقبضها، ويقول له أول ما هي بكور تديها لربنا. تنفيذ الوصايا بلاش، خد الألم من أجل الرب في ضبط النفس، ضبط النفس وضبط الفكر وضبط الحواس. تتألم من أجل ربنا، واحد أهانك وانت عايز تديله الألم ألمين وابتديت تسخن وتحمر وبعدين تقول لا أنا ما عملش حاجة من أجل الرب، وتضبط نفسك تقول لي ده إنسان يحرق الأعصاب، أقول لك أهو حرق الأعصاب جزء من الصلب بتصلب أعصاب، لكن الشخص طبعا اللي بتاع ربنا ولا أعصاب يجرى لها حاجة، ده في ملكوت. يبقى التاني بيلخبط وده ولا هنا، قول له أهلا وسهلا ازيك أخ الله يباركك أنت عملت إيه. أيضا الاحتمال بكل أنواعه، حتى احتمال النسك والزهد والصوم والبطانيات، بتتعب من أجل ربنا، وبقدر ما تتعب من أجل الله بقدر ما يكافئك ربنا. ما هو إما تتعب هنا لا تتعب في العالم الآخر، اختار لك أحد التعبين، لكن تستريح هنا وهنا دي ما تنفعش. تذكر قصة الغني والعازر، واحد تعب هنا واحد تعب هناك. بس في إنسان بقى يتعب ويجد لذة في التعب، يعني يخدم ليل ونهار جسده بيتعب لكن روحه بتبقى مبسوطة. واحد يحتمل واحد ويشعر براحة ضمير من جوه، البذل دايما فيه لذة. وثق انك انت لما تحمل صليبك من اجل الرب ان ثقل عليك هذا الصليب تلاقي معونة جات لك من فوق، تلاقي ربنا بيقول لك تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، تلاقي صليبه هين وحمله خفيف. هو بس الناس المترفهين اللي مولفين على حياة الراحة هم اللي بيتعبوا من الصليب، لكن الإنسان اللي يقول له أنا أشتهي يا رب إن أنا أتعب من أجلك، ده بيجد لذة في التعب. من أحلى القصص اللي موجودة في سير القديسين أم بابولا الطموهي اللي قاعد يتعب في النسك لغاية لما المسيح ظهر له وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. ايه الكلام الحلو ده؟ اللي يجي له المسيح يقول له كفاك تعبا يا حبيبي بولا، قال له انا تعبت يا رب، انت اللي تعبت من اجلي. اللي بيحمل الصليب يجد لذة فيه، لكن هل انت عايز الحياة الروحية تكون حياة طرف ومتعة وسهولة؟ أمال فين الباب الضيق اللي يخش منه ويصل للحياة الأبدية؟ ما بقول لك واسع الطريق اللي يؤدي للهلاك، وفين في العالم يكون لكم ضيق؟ كل دي عايزة واحد يتعب من أجل ربنا. هو في الأول يتعب وبعدين يجد لذة في الحاجات دي، يجد لذة. الناس يفتكروه بيتعب ولكن هو مبسوط، هو مبسوط زي ما بيقول بولس الرسول كحزانة ونحن دائما فرحون. في نظر الناس ان احنا حزان ولكن احنا دائما فرحانين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كلام بولس الرسول ده اللي قاله في كورنثوس الثانية كلام لطيف جدا، يورينا ان احنا لا نشعر بضيق. هو الإنسان اللي ينظر للصليب في ثقله
قطعا لا ينظر الى الصليب في البركه بتاعته. طب المسيح نفسه ما كانش ناظر للصليب في ثقله، ولذلك من اجل السرور الموضوع امامه استهان بالخزي، كان شعر بلذه في انه يخلص الناس، في انه يفدي الناس، في انه يبني الملكوت، في انه يحطم الشيطان. من اجل هذا السرور الموضوع امامه استهان بالخزي. ولذلك عليك ان تحمل الصليب دي واحد، وتحمله بفرح وبرضا وبغير تذمر وبغير قلق وبغير شكوى، لان الشكوى والحاجات دي بتقلل من مكافاتك. واللي بيهرب من الالم بيهرب من الله، وايضا بيهرب من المجد، لان بيقول ان كنا نتالم معه فنحن ايضا نتمجد معه. فانت اذا جيت في وقت وتعبت، او اذا تعب الناس فرادى او جماعات، لازم يفتكروا ان ربنا لا يترك احدا، وربنا بيعطي بركات ويعطي اكاليل عوضا عن هذا التعب. كمان ما تفتكرش انك انت لما تحيا في الحياة الروحية يبقى لازم السماء دي بقت في جيبك، او ربنا بقت استجاباته لازم. يا رب تعمل الحكاية دي لازم تتعمل. طب وافرض ما تعملتش، هل انت بتحب الخيرات اللي تيجي من ربنا ولا بتحب ربنا نفسه؟ ده ربنا جايز يختبرك بالألم ويشوفك بتحبه ولا ما بتحبوش، بتحبه هو ولا بتحب خيراته. نقطة تانية لطيفة في الصليب، وهي ان المسيح في الصليب كان يحمل خطايا الآخرين. فهل انت لو خدت درس من الصليب تحمل خطايا الآخرين، تسامحهم، تغفر ليهم، تنسب الذنب بتاعهم لنفسك لكي يتبرأهم وتستذنب أنت؟ على رأي ذهبي الفم قال إن ما كنتش تقدر تحمل ذنب غيرك وتنسبه لنفسك، على الأقل ما تقعدش تشهر بغيرك وتفضحه في كل مكان. المسيح على الصليب وضع الرب عليه إثم جميعنا، فكان حامل إثم. فهل أنت بتحمل؟ إن ما كنتش بتحمل آثام الناس يبقى الصليب ايه وبتاع ايه، وايه شركة في عمل الرب؟ كمان نحن نفرح بالصليب لانه حياة لكل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. فليكن اسم الرب مباركا من الان والى الابد.